زي ما كان كيتمنى حتى شي واحد، خصوصا باننا ما حققناش نتائج ايجابيه في 3 المباريات الاخيره. يمكن المباراه ما كانش ذاك المستوى الكبير، ولكن كان استطعتنا اننا نسجلوا اهداف خصوصا في الشوط الاول. الشوط الثاني كتعرف اللي كدير اخطاء فراه غادي تلقى اهداف. حتى التغييرات اللي درنا ما ضافوا لنا حتى شي حاجه. انا غادي نرجع لكن بعض اللاعبين اللي جاوا باقي لحد الان ما ضافوا للفريق حتى شي اضافه كبيره. اللاعبين اللي كانوا جالسين كاين اللي ما كانش كيلعب، كيجي الفريق في القسم الوطني الاول خصو يعرف بانه خصو يبذل واحد المجهود. بالنسبه لي انا كاين بعض اللاعبين اللي جاوا ما عطاوش حتى شي اضافه للفريق، ما غاديش نحملهم المسؤوليه.